قيمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي يوجهها إلى أبنائه وأخوانه المواطنين الكرام. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أطيب تحية وأدعو المولى العزيز أن تكونوا جميعا على خير حال. وبعد، فقد رأيت لزاما أن أتحدث إليكم اليوم بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الذي انتظرناه جميعا في قضية تباينت الاجتهادات حولها وشغلت الناس وأشاعت جوا من القلق في النفوس والاحتقان في البلاد. حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي، وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وأن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة. يحرص أهلها عند اختلافهم على الأحكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية، وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها. وأكرر لكم اليوم ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية إياك، وأدعو جميع المواطنين إلى احترامه والامتثال له إجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ وإعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا، وهو ما حرصنا عليه دائما وسوف نظل نحرص عليه بعون الله. وقد وجهت مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، والآن وقد قال القضاء وقوله الفصل علينا أن نترك هذه القضية وذيولها المفتعلة خلفنا ونواصل مسيرتنا في الإصلاح والتنمية، مدركين دروس هذه التجربة وعظاتها. قال تعالى فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. وأول هذه الدروس أن نؤكد بأن ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة، ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم، ولا منازلة فيها غالب ومغلوب، فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة. إننا نفترض حسن القرض وسلامة القصد للجميع، وإذا كنا نسجل بالاعتزاز مواقف الأخوة المواطنين الذين انسجموا مع مبادئهم وتحملوا مسؤوليتهم الوطنية في تجسيد النهج الديمقراطي والالتزام بالأطر الدستورية بالتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم، فإننا نلتمس العذر لمن أخذه الحماس فانحرف عن جادة الحق والصواب، سائلين الله لهم الهداية والرشاد. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة بما قاموا به من جهود مخلصة في تحمل أعباء مسؤوليتهم وإداء واجبهم الوطني وما حققوه من إنجاز، وندعو الجميع للالتزام بقيم إسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء والتحلي بأخلاق الآباء والأجداد. والتأني بقيمهم الكريمة في التسامح والتراحم والتعاون والتكاتف
وعفة القلب واليد واللسان، وتوفير وتوقير الكبير ورعاية الصغير، وأن يعود الجميع تحت مظلة وحدتنا الوطنية، درع الكويت الحصين التي لا ترد أحدا من أبنائها. وإنني من موقفي كمسؤول ووالد للجميع أحمل همومهم وأعمل جاهدا لإسعادهم. أشهد الله بأنني لا أحمل ضقينة ولا حقدا على أحد على الإطلاق. وهل يعرف الأب غير المحبة والمودة والرحمة لأبنائه؟ وأن تعاطف الحاكم وتلاحمه مع شعبه وارتباطه معهم سمة أساسية في مجتمعنا الكويتي، تورثناها ونتمسك بها على مر الأجيال. إخواني وأبنائي، إن الديمقراطية غدرنا الذي ارتضيناه وخيارنا الذي اخترناه، أساسها الشورى التي توارثها مجتمعنا جيلا بعد جيل، وجسدها حديثا دستورنا الذي وضعه ممثل شعبنا وساقوا أحكامه بضمائرهم ووجدانهم عن طريق الحوار والتوافق والتفاهم، فكانت موافقة وإجماع الجميع. إن الديمقراطية التي نعيش في كنفها المجتمعات المتقدمة لم تتحقق بخطوة واحدة، ولم تأتي بين عشية وضحاها، بل جاءت بعد سلسلة طويلة من التجارب والممارسات، ومجتمعنا الكويتي ليس استثناء من المجتمعات الأخرى. وعلينا جميعا تقع مسؤولية صيانة وتطوير نظامنا الديمقراطي لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وطموحات ارتقاء وطننا ورفعته، دون هيمنة فئة أو سيطرة جماعة أو تهميش أخرى، بل ضمان تمثيل جميع شرائح الكويتيين وتعزيز المشاركة الشعبية وإرساء ثقافة الحوار والتفاهم والتوافق وقبول الاختلاف والتعددية واحترام الرأي الآخر ونبذ العنف والتطرف والتشدد والتعصب والابتعاد عن الشخصانية والمصالح والأهواء، والحرص على رقي الخطاب وعدم التجريح أو مس كرامات الآخرين، وجعل مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار. هذه هي الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي نطمح إلى بلوغها ونعمل على تحقيقها وتطوير مسيرتنا الديمقراطية بالحوار والتوافق والتفاهم والتشاور الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وعلينا جميعا أن نعمل جادين على ترشيد وإنضاج ممارستنا الديمقراطية حتى نحقق المأمول من الأهداف والقايات. وإذا كنا نفخر بدستورنا الشامل ونحرص على حمايته وصيانته، فإن علينا أن نلتزم بجميع أحكامه نصا وروحا، تماما كما نفخر ونعتز بقضائنا النزيه العادل، ونلجأ إليه في كل ما نختلف حوله كمرجعية راسخة حاكمة. علينا تجسيد احترامه ودعم سلطانه والالتزام الصادق بجميع أحكامه، والعمل دائما على صيانة مكانته العالية المعهودة. فهذه الأحكام وحدة لا تتجزأ، لا نملك إلا قبولها واحترامها والالتزام بتنفيذها. إخواني وأبنائي الأعزاء، لقد أثبت الشعب الكويتي مرة أخرى خلال الأزمة إصالة معدنه وصدق ولائه لوطنه وحرصه على مصلحة الكويت وحماية أمنها واستقرارها، فرفض دعوات الفتنة والانقسام ونبذ أصوات الفوضى والبغضاء
وتمسك بوحدته الوطنية والتف حول قيادته. ولا أخفي عليكم أيها الأخوة والأبناء مشاعر القلق إذا ما برز مؤخرا على ساحتنا من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمعنا تحمل نفسا طائفيا بقيضا من شأن استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال أسباب الفتنة المدمرة، وهو ما يرفضه ويدينه كل كويتي مخلص لوطنه. ولن نسمح بأن تكون بلدنا ساحة للصراعات الطائفية وتصفية الحسابات المريضة، ولن نسمح لأشواك الفتنة أن تبث سمومها في جسد مجتمعنا المتماسك. ويعلم الجميع التزامنا الثابت بمواقفنا المبدئية وحجم التضحيات والجهود الإيجابية التي قدمتها وتقدمها الكويت في سبيل نصرة أشقائنا العرب والمسلمين ودعم مبادئ الحق والعدالة. ونسأله تعالى أن يعز الحق وينصر المظلوم ويحقن دماء أشقائنا العرب والمسلمين ويحفظ كرامة الإنسان في كل مكان. إننا حريصون على صيانة ثوابتنا والتمسك بمكتسباتنا الوطنية وحماية الحرية التي ننعم بها بالقدر الذي يجسد المسؤولية ويحفظ المصلحة الوطنية العليا. إخواني وأبنائي أهل الكويت الأوفياء، إن أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وهو على رأس الأولويات والاهتمامات. فلا بناء ولا تنمية ولا اقتصاد ولا خدمات ولا مدارس ولا مستشفيات في غياب الأمن. واعلموا أن حماية أمن البلاد مسؤولية الجميع وواجب الجميع، وهي أمانة تقتضي الوعي والحكمة وروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح واهتمامات وأهواء. إن أولوياتنا في المرحلة الراهنة حماية وطننا من شرور الكوارث المحيطة بنا وصيانة أمنه واستقراره وتحصينه ضد العواصف الهوجاء التي تزمجر حولنا تحرق البلاد وتهتك العباد وتهلك العباد وتنشر الدمار والخراب، حيث مئات الأبرياء يسقطون قتلى وجرحى كل يوم، وملايين المشردين يهجرون أوطانهم طلبا للنجاة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا، ولنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاه والعيش الكريم. ولندعوه جلت قدرته أن يحفظ الكويت كعهدها دار أمن وأمان ويحميها وأهلها من كل مكروه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. إخواني وأبنائي الأعزاء، إن أمامنا طريقا طويلا من الصعاب والتحديات التي لا بد من مواجهتها والتقلب عليها لتحقيق أهدافنا الوطنية. نعم، إن الطريق طويل وشائك والتحديات كبيرة على مختلف الصعد والمستويات، ولكننا بعون الله وتوفيقه وعزيمة الكويتيين وتعاونهم وتكاتفهم قادرون إن شاء الله
على النجاح وتحقيق الأهداف، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.